تقدمت مملكة البحرين مع مجموعة من الدول ببند طارئ بشأن تبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. بعد مناقشات مستفيضة استطاع المقترح العربي أن يسحب الوساطة من تحت من كان معارضا له، فللمرة الأولى يوافق الاتحاد البرلماني الدولي على البند الطارئ الذي تقدمت به مملكة البحرين ومجموعة من الدول لمواجهة تبعات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس وانعكاساته على السلم والأمن الدوليين. نرحب لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على طرح هذا البند الطارئ من ضمن المجموعة الأربعة، ومن ثم تم التوافق وبدعم أيضا أردني منقطع النظير لهذا الموضوع. بالنسبة لنا فعلا هذا موضوع طارئ. عندما اتخذت الإدارة الأمريكية قرار ترحيل السفارة سفارة أمريكا إلى القدس الشرقية، كان هذا انتهاك صارخ لمواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تعتبر القدس هي مدينة محتلة، وأرجأت في اتفاقيات النقاش أو اتفاقية السلام التي تمت مع المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرحلة الحل النهائي، بالإضافة إلى استشراء الاستيطان وكذلك أيضا مصادرة الحق الفلسطيني، ومن ثم أيضا القتل الأبرياء والأطفال والسجون الإسرائيلية أكبر دليل وشاهد على ذلك. إيمان العميق ومبادئها الأساسية في موضوع القدس وأحقية الفلسطينيين في دولتهم وعاصمتها القدس، وأيضا تدعيما للقرارات الدولية الداعمة لعروبة القدس وللمقدسات، وأيضا باعتبار أن القدس تكلمنا اليوم أنها لا تتعلق بالفلسطينيين ولكن تخص الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والمسلمين وغير المسلمين من المسيحيين. أعتقد أن جميع المسلمين لن يصمتوا أمام القرار الأمريكي بنقل سفارة أمريكا إلى القدس وعن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين، وأعتقد أنه من خلال هذا المقترح سوف يكون هناك موقف عربي إسلامي دولي للوقوف إلى جانب القضية. سويسرا قد انضمت إلى مجموعة التأييد للقرار الطارئ حول القدس، ونحن نعتقد أن من المهم جدا أن يتم إرسال رسالة واضحة من خلال الاتحاد البرلماني الدولي بأنه يجب احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والحفاظ على أراضيهم، خاصة فيما يتعلق بالقدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة وميثاق العمل الدولي. إن المقترح العربي يهدف في المقام الأول إلى إبعاد المنطقة عن مزيد من التصعيد والاتجاه نحو إيجاد الحلول المناسبة للقضية الفلسطينية ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتي تقوم على أساس حل الدولتين. البند الذي تقدمت به مجموعة من الدول وعلى رأسها مملكة البحرين وحظي بتوافق دولي يؤكد على الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس وحق الفلسطينيين فيها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات القانون الدولي. سهر عصفور لتلفزيون البحرين من مقر الاتحاد البرلماني الدولي جنيف. شارك السيد عبد الله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب في أعمال اجتماع الأمناء العامين بالبرلمانات الدولية، وخلال الاجتماع تم تحديد ورقة عمل ستقدم حول الأدوات الرقابية في ضوء الدساتير العربية. هذا وسوف تستعرض مملكة البحرين تجربتها من خلال دور الأمانة العامة لمجلس النواب في التواصل المجتمعي، إلى جانب المشاركة في اجتماع المجموعة العربية للأمناء العامين. اليوم أيضا يعني كان عقد اجتماع على هامش اجتماع الرابطة، كان يضم وفد المجموعة العربية في البرلمانات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي. اتفقنا على بعض النقاط التي سوف تدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع، ثم أن للبحرين أيضا ورقة سوف تقدم في الغد إن شاء الله. اجتماع الأمناء العامين العرب كان حول تحديد ورقة عمل سوف تقدم تتعلق بالأدوات الرقابية في البرلمانات العربية في ضوء الدساتير العربية. سوف تقدم هذه الورقة يعني على أكثر تقدير ربما غدا صباحا إن شاء الله.
وضمن أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالسلم والأمن الدوليين تحدثت الدكتورة سوسن تقوي عضو مجلس الشورى حول مشروع القرار المعروض أمام اللجنة حول الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم التوافق بين البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على اعتماد 7 تعديلات مقدمة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين على مشروع قرار حول الحفاظ على الأمن لضمان تنمية مستدامة. في عدد من المواد كانت هناك تدخلات صريحة من خلال مواضيع قد تكون ذريعة للتدخل في سيادة الدول، البحرين رفضتها، وفي حال الموافقة عليها البحرين أكدت على أن تكون بنهاية العبارة أو المادة أن لا يكون التدخل في سيادة الدول. فعدد المواد اللي عدت من الديباجة 4 مواد، ومن مشروع القرار نفسه 3 مواد من مملكة البحرين.